برحب بكم في مراجعة جديدة لمعدات التصوير. حول. سامعك يا ابني من غير الهبل اللي بتقوله ده. أنا مصطفى مكرم. حول. بطل حول اللي بتقولها دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد ومراجعة لمعدات التصوير. والنهاردة هنتكلم عن الإضاءة، ومعايا النهاردة إضاءة عظيمة من شركة أبيتشر، طبعا شركة معروفة في مجال تصنيع إضاءة التصوير. والنهاردة معايا المنتج الصغير ده اللي هو الأبيتشر MC، عبارة عن كشاف صغير بتقدر انك تشيله معاك في شنطة، في جيبك، في أي حاجة. فهو كشاف حجمه عملي جدا وإضاءته قوية جدا، وفي مميزات كتير هنتعرف عليها في الفيديو ده ان شاء الله. هتلاقوه موجود عند كاميرا ميكس، هسيب لكم الروابط في الديسكريبشن. بس من تجربتي ليه يعني لازم على الاقل تجيب 2 علشان تقدر تستمتع بالخواص والامكانيات بتاعت اللايتنج ده او الاضاءة دي. الاضاءة اللي معايا النهاردة دي RGB، يعني بتقدر تختار اي لون RGB. WW WW معناها انك بتتحكم في درجات اللون الابيض ما بين الاصفر او الابيض اللي فيه حرارة والابيض البارد او اللي فيه لون ازرق، او بتقدر انك تتحكم في اللون الابيض من 6500 كلفن لحد 3200 كلفن. والميزة في الكشاف ده ان هو ماجنتيك، يعني بتقدر تلزقه على اي حاجة حديد بكل سهولة، تلزقه على العربية، ممكن تعمل بار حديد زي ما الشركة عاملة في الاعلانات بتاعتهم وتحط عليها اكتر من اضاءة، لان الاضاءة دي بتربطها عن طريق البلوتوث بالموبايل، يعني تقدر تربط اكتر من واحدة، وبيجي اكتر من كيت. في كيت بيجي 4 مع علبة الشحن بتاعه، وفي كيت بيجي 12 برضو مع علبة الشحن. كمان من المميز فيه ان هو بيشحن وايرلس، تقدر تحطه على اي شاحن وايرلس فهيشحن معاك، وكمان هتقدر انك تشحنه عن طريق اي باور بانك، فهو عملي جدا. بيجي معاه الديفيوزر او المشتت او اللي بينعم الاضاءة، وبتيجي معاه كمان الباكت او العلبة الصغيرة دي، تقدر انك تحط فيها الكشاف وتعلقه في البنطلون او تعلقه في الشنطة في اي حاجة. وبيجي معاه كمان كابل USB، وبيجي معاه 2 الستيكر علشان لو حبيت تلزقه على شاشة تلزقه على اي حاجة. طب السؤال بقى، هل ممكن استخدم الكشافات دي وانا بصور في استوديو زي ده؟ هل دي ممكن تغنيني عن الاضاءات اللي انا مشغلها؟ والاجابة ايوة، بس هتحتاج 2 زي ما قلتلك علشان تقدر انك تتبسط. طب تعالوا نجرب كده بواحد نشوف الشكل هيطلع معايا عامل ازاي. يلا بينا. دلوقتي بعد ما طفيت الإضاءة خالص، خلونا نشغل الأبيتشر MC، ومن الأبليكيشن بشغلها بالشكل ده. طبعا ركبت الديفيوزر علشان الإضاءة تكون ناعمة قدر الإمكان. طبعا بقدر أن أنا أعلي مستوى الإضاءة بالشكل ده، بيقدر يوصل معايا للدرجة دي. فأنت تخيل أن أنت دي إضاءة الفيل لايت بتاعك، وورا هتشيل الديفيوزر وهيبقى الباك لايت، فتقدر من خلال الاضاءتين دول انك تستخدمهم في التصوير جوه الاستوديو. ممكن اغير بقى درجة الحرارة شوية، ممكن اخليها ادفى شوية، يعني زي ما انتم شايفين الاضاءة ناعمة، ممكن اقلل القوة بتاعتها شوية، ممكن تكون بالشكل ده، يعني هتديك اضاءة سينيماتيك شوية بالشكل ده. ممكن ننزلها كده. يا ساتر يا رب، عفريت. فالإضاءة جميلة جدا. هحاول اجيب 3 كمان بحيث يبقى الكيت 4. انت بتتكلم في إضاءة تقدر تاخدها معاك في اي مكان وحجمها صغير، يعني لو حبيت تعمل استوديو في اي مكان الموضوع بسيط جدا. فالشكل ده ممكن بقى تحطها كمان، ممكن تثبتها على اي ترايبود. ممكن عندي هنا الجوريلا، ممكن ان انا ابعد الاضاءة شوية بالشكل ده، ممكن اعلي القوة بتاعتها، يعني شايفها في السينيماتيك هتبقى حلوة قوي. وحتى لو حبيت تعمل فيل
ممكن نقلل شوية، نغير بقى نخليها لون أصفر أو إنك تخليها لون أزرق بالشكل ده. يلا بينا نتعرف على الأزرار اللي موجودة هنا في الكشاف وإزاي بستخدمها، ونشوف الأبليكيشن إزاي بقدر إن أنا أشغله. يلا بينا. لما بنبص على الإضاءة اللي موجودة عندي مفيش فيها أزرار كتير، في عندي بكرة، وفي عندي زرار الاون والاوف، وفي عندي منفذ التايب سي اللي انا بقدر ان انا اشحن منه عن طريق شاحن عادي او عن طريق باور بانك. طبعا علشان اشغله بروح على الاون. في عندي هنا البكرة اللي من خلالها بقدر ان انا اتحكم في الشاشة اللي بتبقى موجودة عندي هنا. عندي هنا الاضاءة 3000 كلفن، عن طريق البكرة اللي موجودة بقدر ان انا اغير في الكلفن اللي عندي، احوله لاضاءة باردة ممكن اروح لحد 5600 كلفن، وبلاقي جنبها في 100% دي قوة الاضاءة بتاعي. طب علشان اغيرها بضغط ضغطة واحدة على السكرولة بالشكل ده، وببدأ ان انا احرك السكرولة بيبدأ يغير في القيمة بتاعتي او في قوة الاضاءة. هنا عندي شعار بلوتوث، وهنا عندي البطارية فيها قد ايه. فالشاشة دي بتقدر انك تتحكم فيها في كل حاجة من غير الابليكيشن. طب لو انا عايز اوصل للمود او للاوبشن اللي موجودة في الاضاءة دي، بروح هنا على السكرولة وبضغط ضغطة طويلة بيديني المود. عندي السي سي تي، عندي البي تي لما باجي اوصل الاضاءة مع التطبيق على التليفون بختار البي تي وبضغط على البكرة ضغطة واحدة، بعد كده بقول له يس. على طول بيعمل سيرش على الديفايس اللي موجود اللي هو هيتربط بيه عن طريق التليفون. وعندي الاف اكس، دي الافكتس اللي موجودة، بقدر ان انا اختار الكوب كار وبقلب بالسكرول. عندي هنا الفاير، وعندي هنا البارتي، وعندي كل الخيارات اللي انا بقدر ان انا اختارها من الافكتس اللي موجودة عندي. ضغطة طويلة تاني، وعندي هنا الاتش اس اي بضغط عليها ببدأ ان انا اختار لون معين. مثلا عندي عن طريق الهيو بقدر ان انا اختار اللون او درجة اللون، مثلا هنا عندي اخضر، هنا عندي بقى اورنج، هنا عندي بقى احمر، كده بقى موف. فعن طريق الهيو بتبدأ انك تختار درجة اللون. لما بضغط ضغطة واحدة على طول بيتحول لساتوريشن، اللي من خلاله بقدر ان انا اقلل القيمة بتاعت الساتوريشن نفسه بالشكل ده. طبعا رجع للون الابيض، انما لما ببدأ ان انا ارفع الساتوريشن بيرفع لي التشبع بتاع اللون. ضغطة كمان بيوديني للاي ان تي، ده من خلاله بقدر ان انا اتحكم في قوة الاضاءة بتاعتي بالشكل ده، بقدر ان انا اطفيها خالص او ان انا ابدأ ان انا اعليها بالشكل ده. ضغطة طويلة تاني علشان نروح للقائمة. فهي دي الخيارات اللي موجودة عندي، الـ HSI والـ FX وربط بالبلوتوث والـ CCT. استخدام الإضاءة سهل جدا، سواء استخدمتها مانوال عن طريق السكرول هنا أو عن طريق الابليكيشن زي ما هنشوف دلوقتي. بعد ما بتعمل بيانات لتسجيل الدخول وبتعمل اشتراك في الابليكيشن بيطلع لك الواجهة دي، بتروح تشغل الإضاءة وبتروح على سين، تختار أي سين منهم. مثلا لو هختار سين 2 بروح على علامة البلس وبضغط على زائد، بيقولك روح على الإعدادات واختار تفعيل البلوتوث، بضغط ضغطة طويلة وبختار بي تي، بضغط عليها وبقول له يس. على طول بيقولك سيت اب، بيبدأ يعمل سيت اب بالشكل ده. بعد كده بتكون دي الواجهة بتاعت التطبيق اللي انا بتحكم فيه في الاضاءة. بقدر من هنا ان انا اعلي الاضاءة او ان انا اقلل الاضاءة او ان انا اطفيها خالص. كده 0% ببدأ ان انا اعلي بالشكل ده، ولما بضغط على all fixture بلاقي عندي بقى الخيارات كلها. اول خيار اللي هو الوايت اللي هو CCT، ده من خلاله بقدر ان انا اتحكم في اللون الابيض بدرجاته المختلفة او من كلفن 3200 ل 5600. من فوق هنا بقدر ان انا اتحكم في قوة الاضاءة، هنا بختار كوارتر، هنا بختار الهاف، هنا بختار الفول او بختار اعلى اضاءة. تحت بقى هنا بقدر ان انا اتحكم في الكلفن بحيث اخلي الاضاءة باردة او اخلي الاضاءة دافية زي ما احنا شايفين. ممكن احنا نهدي الاضاءة شوية، طبعا انتوا هتلاحظوا على الكاميرا درجة اللون هتوضح اكتر، يعني ممكن نخليها
كده شويه. دلوقتي اللون الاصفر او اللون الدافي، ودلوقتي هنخليها لون بارد او مايل لدرجه اللون الازرق، او تقدر تختار الكلفن على طول بانك تختار 3200 او 4000 او 5600 زي ما تحب. تاني خيار عندي على طول بيبقى مديك سيت اب جاهز زي الدي وايت او التنجستون، مديك درجه حراره عاليه او لمبات التنجستون او الاستوديو لامب او الاستوديو لايت. كل دي خيارات بتقدر انك تختارها لو مش عايز تلعب في السلايدرز اللي موجوده عندي هنا دي. والخيار اللي بعده حلو قوي، فايدته ان هو بيعمل ماتش، يعني انا لو الاضاءه فيها لاسعة او مثلا بصور زي كده بروح على الشكل اللي انا بصوره وبعمل ماتش على طول، بيبدأ ان هو ينعم لي الاضاءة زي ما انتوا شايفين، بيديك الدرجة بتاعت الكلفن او نقدر نقول ينعم لك الاضاءة زي ما انتوا شايفينها بالظبط. دلوقتي عندي ال HSI ده، من خلاله بقدر اتحكم في الهيو والساتوريشن وقوة الاضاءة نفسها. من الكالر ويل دي بقدر ان انا اغير لاي لون انا عايزه، مثلا كده لون اخضر، كده لون احمر، اي درجة لون بتقدر انك تغير الار جي بي بتاعت الكشاف اللي موجود عندك. تقدر انك تتحكم كمان في القوة بتاعتها، مثلا لو كانون خلينا على اللون الاحمر بالشكل ده او اللون الازرق، فاختار اي درجة لون انت عايزها. تقدر تختار من الكالر ويل او بختار على شكل السلايدر وببدأ ان انا اقلب في الهيو علشان يديني درجات الوان مختلفة. الخيار بقى اللي بعده ده حاجة تحفة، وهو ايه؟ هو عبارة عن بيك، يعني بختار درجة لون معينة موجودة عندي بيدهالي في الاضاءة. يعني مثلا انا عندي هنا في لوحة ممكن اختار اللون الاخضر ده، لو ضغطت عليه على طول بيتغير لون الاخضر. ممكن اختار مثلا لون وليكن الاورنج ده، على طول بيبدأ ان هو يغير لك لدرجة الاورنج. فالفكرة بتاعتها حلوة جدا، انك تختار اي لون وبمجرد انك بتعمل له بيك على طول بينزل لك او بيتحول على الكشاف اللي موجود عندك. طبعا بلاقي في عندي بقى في فوق الجل فيها طبعا التنجستون اللي هي الاضاءة الحمراء او الدي لايت بالشكل ده. وتعالوا بقى نروح فوق لخيارات حلوة قوي وهي الافكتس. عندي بقى مجموعة من الافكتس اللي بقدر ان انا اطبقها على الكشاف اللي عندي، مثلا زي الفاير ووركس، بقدر ان انا ادي احساس ان في العاب نارية بتحصل بالشكل ده، بيبدأ يديك ايحاء ان في العاب نارية قدامك وانت واقف بتتفرج عليها. وطبعا بتقدر انك تتحكم في الاعدادات بتاعتها، تقدر انك تخلي فيه الوان اكتر في الفاير ووركس نفسها. طبعا بقدر ان انا اختار يبقى الالوان وايت او بخليه كولر او بخليه مالتي. مثلا انا بخليه على الكولر لان الفاير ووركس اغلبها بتبقى الوان، فبيكون بالشكل ده. ولو رحنا على الخيار اللي بعده ده بيديك زي لمبة محروقة، عارفين احساس اللمبة المحروقة؟ هو ده نفس الاحساس بالظبط. طبعا تقدر تتحكم في القوة بتاعتها، ممكن تخليها اقل بالشكل ده او تخليها اعلى بالشكل ده، ممكن نخليها تتكرر اكتر بحيث تتكرر بشكل اسرع او ان احنا نكررها بشكل ابطأ بالشكل ده. والخيار اللي بعده اللي هو بيديك احساس الرعد، ممكن نزوده شوية، يعني انا لو طفيت الاضاءة اللي عندي دي هيكون الاحساس بالشكل ده. والخيار اللي بعده اللي هو التي في، بيديك احساس انك بتتفرج على تلفزيون، فبتلاقي الاضاءة عمالة ايه بتقل وتزيد وبتقلب، يعني بدرجات بسيطة بالظبط نفس احساس انك بتتفرج على تلفزيون. في عندي خيار كمان اللي بعده بيديك زي نبضات القلب كده، طبعا بتقدر انك تتحكم تسرع او تبطأ زي ما قلنا. كل دي حاجات بتقدر تطبقها على كله. والخيار اللي بعده هو الفاير، بيديك احساس انك قاعد قدام نار،
بالشكل ده. يعني تخيلوا لو انا بعدت بقى الكشاف شويه كده، يعني علشان تتخيلوا الشكل نفسه او الجو العام بيبقى عامل ازاي. بالشكل ده. وطبعا عندي خيار اللي هو الكاب كار او عربيات الشرطة او البوليس، برضو بتنفع لو انت مثلا بتعمل فيديو وفي مثلا مطاردة او محتاج انك الاحساس بتاع عربيات البوليس وهي واقفة وراك، فده هيديك الاداء بشكل كويس قوي. ممكن نسرحها شوية، ممكن الكالر كمان نزودها شوية بحيث يديك اللون الازرق واللون الاحمر بالشكل ده. ممكن بقى هنا هيديك ازرق واحمر وابيض. بالشكل ده ممكن نخليه بس بلو بس، او ممكن نخليه ريد بس. كل دي خيارات بتحكم فيها. وعندي خيار كمان اللي هو البارتي او احساس الحفلة، يعني عادي. وفي عندي خيار اللي هو اكن حد بيصورك، يعني مثلا لو انت عايز احساس ان في فلاشات حواليك فده هيديك نفس الاحساس، او الافكت ده هيديك نفس احساس ده بالظبط. طبعا تقدر تتحكم في الكلفن، ممكن نخليه ابيض بالشكل ده او مايل للبرودة، او انك تخليه باللون الاصفر او الدافي. هو ده الابليكيشن، بتقدر تتعامل معاه بسهولة جدا. طبعا في خواص تانية كتير بتقدر بقى ايه انك تتحكم في تفاصيل اكتر في الاضاءة، فحسبكم انتوا تكتشفوها بقى مع الوقت. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معاكم مصطفى مغرب.